لينا محمد في ورطة، شاهدوا المزيد من التفاصيل. تفاعلت لينا محمد اليوم بمجموعة من الاستوريات، كشفت انه اختها لين وهي عم تكوي القميص حرقت بطنها بالغلط، وشاركت لنا محمد موقف صار معهم بعد هاي القصة، والموقف كان كتير بضحك. اترككم مع المقطع ورأيكم يخصص هذا الخبر. يو اول شيء بسم الله. شو هذا؟ واي لبس مين هذا؟ واي لبس مين هذا؟ واي كيف انه هاي انا ما لبسته ولا لبسه؟ أمي لبستين خلص وبدون بنط. جايز أنا شفت ناس متخلفة بحياتي بس مثل لين ما في. أنتوا بتعرفوا شو عملت الهبلة؟ بدها تكوي البلوزة، تكويها بالمكواية الهوائية البخارية، البخار هاي عرفتوها بتش بتطلع بخار. فالهبلة شو عملت؟ راحت تكويها هي ولابستها. في حد بيكواعي هو ولابسه لين؟ أو ماي جاد حرقت بطنه، بطنه كله من هون محروق. أنتي هبلة؟ سويت الهبلة صوتت معي اشتغلت. لا وفوق ما نكلبس اوعيه، يلا منيح محترق اللبس. بس ام عادي اوجيكم ستايل معجون الاسنان. جماعه لا عن جد لين بعد ما حرقت بطنها ماما قالت لها حطي معجون اسنان، فاجت عملت هيك.